لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض. في رواية أبي داود إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وفي رواية أبي داود فأريت مشارقها ومغاربها. فرأيت مشارقها ومغاربها، لم يقل فرأيت شمالها وجنوبها، لم تذكر جهة الشمال والجنوب. ولذا قال بعض العلماء قال اتسعت فتوحات الأمة الإسلامية من جهة الشرق إلى جهة الغرب أكثر بكثير من اتساع فتوحاتها من جهة الشمال إلى الجنوب. أنا عندي احتمال ما رأيت أحدا ذكره وقد يعارضه ما حصل في الواقع، اللهم إلا إذا وجد شيء في المستقبل، وهو أن ذكر المشرق والمغرب من باب العموم لا من باب التنصيص على الشرق والغرب، وذلك لأن التعبير الوارد الكثير في النصوص في ذكر المشرق والمغرب يدل على العموم ولا يعنى به جهة الشرق والغرب، وإنما يراد به المبالغة، والأدلة على ذلك كثيرة، من بينها في دعاء الاستفتاح وباعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب، يراد منه المبالغة، ولله المشرق والمغرب. وقال تعالى قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولا يعني أن يخرج الشمال والجنوب بذكر هاتين الكلمتين، بدليل أن الفتوحات وقعت في الجنوب والشمال،